لا أستطيع اختصار المشاعر الفرح الغامرة الآن، وأنا محاطة بكل هذا الحب وسط المشاعر. نعم، وتعطلت لغة الكلام والحروف، وقلبي الصغير لا يحتمل كل هذا الحب من صديقات عمري غمروني بكل هذه الحميمية. صديقات بل أخوات أحب وبكل صدق أن يشاركوني فرحة تنصيب سفيرة الإنسانية في العالم من قبل أكاديمية فيدريكو الثاني من فينيسيا بإيطاليا وجمعية الزيتون العلمية والثقافية. كل أمل ودعاء أن أتمكن من تحقيق أهداف هذا المنصب العالمي الذي أهديه إلى والدي أبي وأمي من ربياني على الخلق القوي. أعمل أن أكون على مستوى الاختيار والتكليف والحدث، أن أعلم أن هذا التشريح تكليف لا تشريف، واجب إنساني نبيل. ختاما وهو المسك، مسك ختامي كلمتي هو توجيه الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل الأنيق، أنيق بحضوركن، أنيق بالمؤسسات والجهات الراعية والداعمة، وأنيق بتشريفك أن يكون هذا التنصيب اليوم بحضور ورعاية سعادة السيدة الأعمال سوريا العوضي رئيس التنفيذ من مجموعة شركات سوريا العوضي. شكرا لك سيدتي، هذا اليوم يوم من أيام عمري الجميلة وستبقى ذكرى عالقة في قلبي ووجداني.